ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل لطبق فول، ومعايا طبعا الاعلام المتالق دايما على شاشه القناه الاولى ومن محبي الفول، عشان كده بقول معايا طبق فول الاستاذ رامي محمد. حبيبي يا شيف، ربنا يخليك. والفول فعلا قلت لي انت في الفاصل شعر عن الفول ده. لا الفول عظيم، وبعدين شيء اساسي في كل موائد مصر في السحور. السحور يعني الفطار، والله بلاقي طبق الفول. وفي احيانا اللي هو الفول بقوطه والفول بخضار انا ساعات فول. انا بس اتسحرت فطرت فول فول مع زيت زيتون كده وطبق سلطه خضراء. ايه المشكله؟ انا عندي بقى هنا بقى اكله، احنا قلنا اكله امي، لا اكله ابي بقى الله يرحمه. صراحه كان الفول ده حلو، أكلة مقدس أبي عنده. حلو دي جامده. اكله ابي بقى. اكله ابي كان مقدس جدا عنده. البرنامج اللي جاي يا اخوانا اكله ابي. ايوه عشان ابي ما يزعلش. لا عجبني عشان الامهات بقى برضه. لا والله عجبني. فاللي كان يعني الفول بصراحه عنده مقدس، يعني الفطار لماما، السحور بابا كان اللي كان لازم بقى الفول، والفول بقى طبعا مدمس، الفول بقى كمان بالقوطه او بالخضار. كان بيستمتع بقى وهو بصراحه انا بيخش المطبخ بقى هو حلو، بيخش المطبخ وبيطلع بالسحور العظيم الفول، ودايما بيبقى جنبيه بقى طبعا ويعمل في البيض، حته جبنه قريش شويه، جبنه قريش والبيض حلو. وطبعا الزبادي شيء اساسي، في السلطات بتبقى موجوده مختلفه. طب تعالوا نشوف اكله ابي. اكله ابي خلاص، طبعا الفول مقاديره، طبعا الفول اكله ابي. فول متدمس، معلقتين صلصه طماطم، فص ثوم، زيت زيتون، شويه عصير ليمون، المقادير على الشاشه. مقادير في اي بيت في اي مكان هي، ولكن الطريقه نفسها ابي لما يخش المطبخ يعمل شويه فول. يعمل بقى فول يبدع فعلا والله. لا لا خلاص، لا انا بص انسجمت بالاسم. كل رجل بيخش المطبخ بيطلع الشيف اللي جواه. بالظبط رمضان بالظبط بتيجي الفرصه في ان كلنا نطلع الشيف اللي جوانا، من دكتور لمهندس لباشا للدنيا. هو حتى لو مش بيعرف يخش المطبخ وهو على الاكل يقول لك الاكل ده كان ناقص شويه ملح كذا ده كذا. ما هو ده برضه شيف، انك تكون ذواق شيف متذوق، فمطلع الشيف بطريقته. يعني انا بقول ان اكله امي الجمال اللي فيه ان بيجمع بين الاثنين، يعني حلو. الشيف مغازي طبعا، المايسترو بتاع الوجبات والمكونات اللي موجوده وكمان الجزء الثاني في البرنامج هو الام بقى طبعًا. دخلت البيت عن طريق الام، فانت دخلت قلوب الناس كلها. فده مهما احنا نجتهد ومهما نعمل مش هنوصل لطعم الامهات. الريحه بتاعت الفول عظيمه عظيمه. شفت بقى التركيه حاجه روعه. دي طماطم، طماطم طبعا هو الفول ده. لسه هعمل لك تركيه دلوقتي. لما بنقول حقوق الطبع لدينا وبس، مش على بال اي حد بيشوفنا بالظبط. بجد اللي هيحصل دلوقتي يا اخوانا مش على بال اي حد من اللي بيتابعنا وبيشوفنا. انا دايما بقول سر الخلطه مع الشيف مغازي مش افتكاسه، والله العظيم هي روحانيات وبركه. بركه صح، ودعوه الوالدين. شوفوا اللي بيحصل ده، نفحات من عندك. شوفوا اللي بيحصل ده، شوفوا اللي بيحصل ده، شوفوا اللي بيحصل ده. بالله عليك شفت انت الله الكلام ده قبل الله كده الله. شفت الله الشقاوه دي؟ بص ده خدت بقى انا دي حكايه، دي موضوع طالع من الفلفل ده باشا. موسوعه ده كده بقى، دي سر ده حاجه ربنا. مع زيت الزيتون مع الفلفل والفليفر بتاعه الله. هو ده هو الله. ده اهو هات انت بقى كده اعمل شوت الفول بالطعم ده. ما كانش وده مش في المخطط على فكره، دي طالعه لوحدها كده. والزيت صحي جدا، والزيت صحي جدا. طيب